اهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم في قرار الحقيقه مهم جدا وغايه في الانسانيه، اذ وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم برئاسه صاحب السمو الملك الامير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على منح ام الاولاد السعوديين غير السعوديه اقامه دائمه في المملكه العربيه السعوديه دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة، وتعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج المستشفيات الحكومية. حول هذا الموضوع يسرني يرحب من استديوهاتنا في جدة بالمحامي والمستشار القانوني الأستاذ أحمد السلمي، وأيضا معنا عبر السكايب نوال ياسين أم لثلاث سعوديات وكانت تعاني في الماضي تشرح لنا قصتها. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، ودعني أبدأ معك. هذا القرار يعني قبل القرار كيف كانت تعامل أم السعوديين والسعوديات حتى لو كانت سعودية؟ هل يعني كانت محرومة من كل شيء؟ هل كان مفروض عليها كفيل؟ هل هذا الكفيل ممكن يكون أولادها أو غير أولادها، ممكن يكون زوجها؟ يعني نشوف ما قبل ونشوف أيضا رأيك في القرار الحالي وماذا سيحل من قضاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، كما تفضلتم أخي علي، فإن كثير من المواطنين يتزوجون من خارج هذه البلاد، فلا يخلو الحال في هذه الأمر من أمرين: إما أن يكون تزوج بقرار وبموافقة من وزارة الداخلية فهذا لا إشكال فيه، وإما أن يكون تزوج بدون موافقة وزارة الداخلية. فكانت الأم فيما سبق إذا دخلت هذه البلد كانت تعامل زوجة مواطن لمدة 5 سنوات، ثم أو أنها أنجبت طفلين تمنح الجنسية السعودية في حال طلب الزوج لهذا الأمر. لكن الإشكال كان يقع في هذه الجزئية فيما إذا تطلقت المرأة أو أنها توفي عنها زوجها، فهنا تبدأ معاناة الأم الغير سعودية لهذه المعاناة. حقيقة تبدأ معاناة وصراع مرير مع كثير من الجهات الحكومية، مع القضاء، مع الجوازات، مع 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 الشرطة فيما يتعلق بالنفقة، في أشياء كثيرة. فإن كان الأمر صدر يعني إن كان الأم طلقها زوجها أو الزوجة طلقها زوجها، فهنا تبدأ مع عملية الحضانة إذا كان الأبناء تحت سن يكون تحت السن القانوني لحضانة الأب. فبعض الآباء يبدأ بالضغط على الزوجة وعملية الابتزاز لها وعملية وضعها تحت أمرين أحلاهما مر: إما أن تخرج من البلد وتترك أبنائها، وإما أن تتنازل عن كثير من حقوقها. فالحقيقة إحنا لدينا تجارب مع هذا الأمر، فلدينا أمهات رحلنا بعد وفاة أزواجهن من قبل أبناء الزوج، فحرمت الأم فترة طويلة من أبنائها ولم تدخل البلد إلا قبل أشهر، وحرمت من أبنائها ما يقارب 13 عاما، وهذا أمر حقيقة محزن وأمر يندله الجبين. لكن بعد صدور هذا القرار أنا أتمنى حقيقة، وأنا من هذا المنطلق وجه شكري الجزيل لمقام مجلس الوزراء على مثل هذه القرارات المهمة التي هي في الحقيقة تحل إشكال كبير لشريحة كبيرة في المجتمع من زوجات المواطنين. فأتمنى حقيقة أن يمرر القرار كما جاء، وأن لا نأتي للتفاصيل والاستثناءات التي تفرغ هذا القرار وتبعده عن مضمونه الحقيقي الذي من أجله أصدر. ولعل معكم على الاستديو معنا أو كذا في المداخلة الآن هذه الأم التي عانت طويلا من هذا الإشكال، بل أنني كما سمعت أنها مهددة بالترحيل.
فيعني الأمر يعني محزن إلى درجة، لكن الحمد لله على صدور هذا القرار. وكما قلت لك أن الإشكالية تكمن في تفاصيل مثل هذه القرارات، وأنا أتمنى من الجهات الحكومية التي يصلها هذا القرار ويمس هذا القرار من المحاكم. طيب أو الجوازات أستاذ أحمد الداخلية نعم. أن تمرر القرار يعني بالشكل نعم. خلني أخذ نوال، المفروض كانت تكون معنا سكايب، بس نوال عندها مشكلة، لذلك راح تكون معنا تليفونية. نوال، أنت غير سعودية، عندك 3 بنات سعوديات، هذا القرار الجديد ماذا سيضيف لك؟ قصتك أنت وقضيتك مع زوجك، رفضوا إعطائك يعني بناتك بحجة أنك غير سعودية، ما هي تفاصيل هذه القضية وكم عمر هذه القضية؟ أول شيء السلام عليكم، أتشكركم على استضافتنا طبعا عشان نحكي جزء من معاناتنا، ولو أنه أنا عارفة أنه بعض البرامج كثير استضافوني وكان الوقت جدا قصير وما عطونا الفرصة أو ما طلعوا الموضوع بالشكل اللي أنا أبغاه. طبعا كان في تستر على بعض القضاة اللي أنا لقيت ظلم منهم، ما بعرف لأن يمكن القاضي محصن، ما بعرف شو سبب عدم الإعلامنا أو الصحف تتجاهل وما تنشر. حنا ما نتجاهل شيء، بس هذا مو موضوع عن الآن، أنت روي لي قضيتك إذا سمحتي. أستاذي، أول شيء أنت سألتني على هذا القرار، القرار كثير جدا جميل يعني بالنسبة لي، أنا أم لثلاث بنات سعوديات من 7 سنوات، توفى زوجي، أنا أرملت مواطن سعودي، توفى زوجي وأنا على ذمته، والقاضي رفض أن يعطيني بناتي لسبب أني غير سعودية. يعني قلت له يا شيخ كيف أنه مش أنت هنا موصى على كرسيك أنك تحكم بكتاب الله وسنته، فجاب لي أنه عدة أسباب، أنه لا يحق لك بالعمل، سكنك غير مستقر، لا يحق لك بالسكن التملك، يعني أنك تمتلكي سكن كأجنبية. أنا عانيت كثير، أنا هلأ لولا الله ثم الأمير محمد بن نايف الله يحفظه وزير الداخلية، الحين هو مستضيفني 5 سنوات وإلى الآن هو مستضيفني، هو الوحيد اللي حسسني بإني أنا ابنة هذا البلد، هو الوحيد. إلا باقي المسؤولين وباقي الجهات ينظروا لي نظرة أجنبية، مع أني أنا أم سعوديات وبقيت الأمرين في البلد قبل ما أذوق الحلوة. فهذا القرار ربما أنه تشكيل جزء من معاناتنا، ولكن متى راح يتنفذ، متى راح يتعمم؟ نحن نبغى انه يعني يتنفذ ويكون التوجيهات بامر عاجل، عشان انا مو بس قضيه نوال ياسين، لان النظام يشمل الجميع، فهناك الاف نوال ياسين يعانوا مثل ما بعاني انا صراحه. ف يعني انا عانيت كثير، انا حرمت من بناتي لاني مش سعوديه، والوزاره العافيه ومجلس الشورى الحين هذا يعني شال جزء من المعاناه، يعني انه بنك التسليف رفض حتى يساعدنا كأجنبية، أنا زوجة مواطن سعودي وأرملة كمان وعندي بنات، بنك التسليف لما توجهت لعلاق رفض، اللي لا النظام الأجانب لا يحق لهم، الضمان الاجتماعي كذلك الأمر، والعمل كذلك الأمر، يعني أنا عندي شهادة والحمد لله يعني ما قدرت أشتغل. ليه نحن نتعامل معاملة الأجنبي والمفترض نحن خلاص دمنا هنا في السعودية، نحن مواطنين مواطنات سعوديات، نحن تركنا أهالينا، تركنا بلادنا، تركنا ضحينا، مع العلم أن الوالدة توفت من 4 سنين ما قدرت أروح لها سبب قضيتي، سبب تمسكي في بناتي، فهذا يعني أني أنا ضحيت من أجل بناتي اللي هم بنات سعوديات عشان ما يكون في تشتت أسري، تشتت الأسري بسبب تشتت فكري للأطفال اللي هم أطفالنا وأطفال السعوديين، صح ولا لا؟ فأنا أتمنى نحن نتعامل مع معاملة السعودية، نتمنى أنه نحن نكون مكرمين بهذا البلد، أو أنه يا أخي أمنع الزواج من الخارج، ولكن منع الزواج من الخارج في هذا الوقت الحاضر أو في المستقبل لا يعني أنه نحن نسكت ونطالب عن حقوقنا، لا طيب. نحن راح نطالب عن حقوقنا كمواطنين طيب. سعوديين. أخت نوال، راح أرجع لك شوي، بس أستاذ أحمد طيب. متى سيكون ساريا هذا القرار، يعني ساري المفعول ينفذ؟ هل هناك فترة زمنية؟ هل سيصطدم، من خلال خبرتكم القانونية، هل سيصطدم بالقضاء؟ هل سيصطدم ببنود معينة، بقرارات معينة؟
الحقيقة أن قرارات مجلس الوزراء تعتبر نافذة من صدورها، ومن لحظة الإعلان لوكالة الأنباء عن هذا القرار ويعتبر ساري المفعول ويعتبر نافذ على جميع الجهات المعنية ولا ينتظر به، لأنه حقيقة إذا صرح به من مجلس الوزراء وصرح به لوكالة الأنباء هذا القرار يعتبر ساري المفعول. لكن الإشكالية أن كثير من الجهات يعني تريد أن مجلس الوزراء يوجه لها خطاب يعني مختص فيها، والجهة الفلانية تريد كذا، والجهة الإشكالية أن في هذا الأمر هو أنه في آلية التنفيذ وليس في آلية التنظير. فإن مجلس الوزراء حينما قرر هذا القرار وصدر، المفترض أن يكون القرار سريعا وأن معمم على جميع الجهات، ولكن الإشكالية حينما تأتي لبعض الجهات وتحتج عليهم بالقرار بالرقم وتاريخ يقول لك أنا ما وصلني شيء رسمي إلى الآن. فهذه هي الإشكالية حقيقة في كثير من هذه القرارات. لكنني أتمنى حقيقة من وزارة العمل، من وزارة الشؤون الاجتماعية، من وزارة الداخلية يعني التي هي معنية في الجوازات يعني لأنها هي التي تمس الإقامة وعملية الإقامة، هؤلاء الثلاث الجهات أنا أعتبرها هي أهم ثلاث جهات من ناحية الجهات التي تطبق هذا القرار وسريعا، خصوصا يعني الشؤون الاجتماعية. أنا أتمنى أن تعامل زوجة المواطن معاملة الأرملة أو المطلقة وتعطى ضمان اجتماعي، خصوصا أنها أم لأبناء سعوديين، فهي في الحقيقة لا ترغب أن تغادر البلد، فهي دخلت هذا البلد وحيدة، فكيف نخرجها من هذا البلد ويترك أبناؤها هنا؟ يعني أن بعاطفة شديدة مثلا خلينا نقول أنها تركت قطعة منها في هذا البلد وتخرج منه، أو أنها يعني تكون متشردة ما بين الجهات، القضاء يحيلها على الداخلية والداخلية تحيلها على العمل والعمل يحيلها على كذا، فهنا نأتي في إشكالات الدولة الحكومية. لكن حقيقة أنا أتمنى من الجهات المعنية وأتمنى من المعنيين في مجلس الوزراء بخاص، خصوصا يعني ديوان رئاسة مجلس الوزراء هو المنوط بتفعيل مثل هذه القرارات، وهو الجهة الآمرة على الوزارات، لأنه هو الحكم وهو الدينامو الدولة وهو المحرك لها. نعم. فأتمنى أن يكون هذا القرار مفعل سريعا حتى نحل كثير من الإشكالات التي موجودة لدينا. نعم. أخت نوال، أخيرا، أنت الآن كان من ضمن المبررات عدم إعطائك أبنائك إن غير سعودية، ما عندك سكن، ما عندك عمل، أعتقد أن هذا القرار يخليك تعملي كل الأشياء اللي كانت ممنوعة. سؤالي لك وأتمنى الإجابة تكون مختصرة، أنت إلى الآن بناتك ليسوا معك، عند أهل أبوهم؟ نعم صحيح، أنا بناتي إلى الآن مش معي ولا بشوفهم أصلا، حتى القضاة يعني حتى بعض المحاكم، أنا ما بعمم، لكن بعض المحاكم بيعطوني جلسة تلو الأخرى بين الجلسة والثانية 3-4 شهور، الحين صار لي 7 سنين. والله العظيم يا أستاذ علي، أقسم بالله أني بزورهم ساعتين فقط كل يوم أربعاء في الحقوق المدنية، لا بحضنهم ولا بنظفهم ولا بغسلهم ولا أني أعطيهم الحنان الكافي. هم كم أعمارهم أخت نوال؟ الحين أكبر واحدة الحين 14 سنة، والصورة ويكون أصغر واحدة الحين 11 سنة، لكن لما أخذوها مني كانت أصغر واحدة عمرها 3 سنوات. نزعوهم من حضني يا أستاذ علي، يعني أنا أتمنى أنه ينظر يعمم للقضاء على القضاء أو على المحاكم بشكل عام، يعمم أنه سواء الأم سواء أجنبية أو سعودية أو شو ما كانت تكون، اللهم الحضانة يعني بالحالتين، إذا كانت بالذات أرملة أنت أحق به ما لم تنتحي قول الرسول عليه الصلاة والسلام، من أي باب جابوا للأم الأجنبية ما لا حضانة؟ الرسول لما نظر للأمرأة لما أعطاها ابنها اللي أحق به ما لم تنكحي، ما قال لها وين حتجلسي، ما قال لها كيف حتطعمي، ما قال لها أبدا. أنا أتمنى أنه يكون تأمين لا ينزع الحضانة من الأم إلا إذا كان عندها قضية أخلاقية أو سيادية أو إنها غير مسلمة، هنا في هذه الحالتين أنه تنزع الحضانة للأم. وصلت الفكرة، شكرا لك الأخت نوال ياسين، إن شاء الله القرار يعني ينعكس إيجابا على كافة المستويات، كل طرف في قضية الأطفال يعتقد أنه هو قراره هو الصح، لكن القرار قرار مجلس الوزراء الحقيقة قرار إنساني في المقام الأول، وهو الحقيقة
تكريم لكل فرد سعودي قبل أي أحد، وتكريم للإنسان أيضا. معي عبر الهاتف معنا الأستاذ توفيق. لا نأخذ الأستاذ توفيق الآن إذا سمحت، وقبل أرجع للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، أنت ذكرت أنه راح تصطدم بأنه لسه ما وصلنا التعميم إلى آخره، هل في سابقة لذلك أم أنه هناك في قرارات أيضا نفذت سريعا؟ الحقيقة أن في قرار سبق لمثل هذه القرارات كثيرا، أن حينما يصدر من مجلس الوزراء مثل هذه القرارات، أنا أذكر لك على سبيل المثال على سبيل الحصر، أنا أذكر صدر قرار من مجلس الوزراء بخصوص إعفاء المزارعين من القروض الزراعية التي كانت يعني تحت 50,000 ريال. فجاءنا احدهم يعني يريدنا ان ان نسعى يعني ان نستلم له مثل هذه القضيه، لكن حقيقه لما توجهنا، والجريده موجوده لدي، لما توجهنا لوزاره الزراعه، وزاره الزراعه تقول لك انا ما وصلني شيء رسمي الى الان، وهذا مثل بسيط حي نحن عشناه يعني نعيشه بانفسنا. انا يعني اتمنى من ديوان رئاسه مجلس الوزراء كما قلت ان يفعل مثل هذه القرارات التي تصدر حتى يكون لها القوه. ايضا قرارات كثيره يكمن فيها الاشكال في التفاصيل، احيانا قد ياتي نعم تفعل القرار لكنها تستثني كثيرا من 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 الاشياء، يستثنون هذا ويخرجون هذا، ثم تجد ان القرار في النهايه لا ينطبق الا على قله لا تكاد تستفيد من القرار. شكراً. ويصبح القرار بلا فائدة. شكرا لك، هذه الإشكالية. نعم، شكرا لك أستاذ أحمد السلمي، كنت معنا من استاذ من جدة. الأستاذ أحمد السلمي هو محامي ومستشار قانوني، كنا نتحدث عن قرار يعني إعطاء حق للغير سعوديات الذين هم أمهات للسعوديين أو السعوديات بالعلاج والعمل والإقامة الدائمة، وإن شاء الله كما قلت في البداية أنه ينعكس إيجابا على كافة المستويات. راح نروح إلى فاصل ونعود لكم بعد قليل.